printed in USA Today, apparently Sistani, the guy who is actually running this country, the big man, the Ayatollah, he's got a website and he's got a Q&A and people, I guess Muslim men, I'm not kidding, they ask him questions. Ask Sistani. The Dear Abby kind of thing? It's a Dear Abby. He's like a 12th century Playboy advisor. Because... Is shaking hands with a girl allowed? It is not permissible. Okay. Then, I swear to God, excuse me, this is right from his website. Is anal intercourse permissible? And Sistani says, it is strongly undesirable, but bound to wife's agreement. So in other words... Bound to wife's agreement. Permission is bound to... In other words, if the wife says okay, you can do it in the naughty place. But don't shake her hand afterwards. Is playing chess allowed? It is absolutely unlawful, says Doc. Anal sex okay, chess forbidden. أما مع وجود حالة الحيض في المرأة كونها حائض شرعا لا تجوز المقاربة في القبر. هذه مسألة أولى وطبعا مرتبطة بالاستمتاع الجنسي. المسألة الثانية أيضا مسألة لابد من التنبيه إليها وهي مسألة المقاربة من الدبر، هل هذا جائز أو لا؟ على رأي السيد الخوئي، عليكم السلام، على رأي السيد الخوئي يحرم مجامعة الزوجة من الدبر سواء في أيام الحيض أو في غير أيام الحيض، مجامعة الزوجة من الدبر محرم على الأحوط وجوبا عند السيد الخوئي. هذا رأي السيد الخوئي، هذا الأمر حرام، يعني يجوز للرجل أن يستمتع بالزوجة بأمور أخرى لكن المجامعة في الدبر محرم على الأحوط وجوبا. هذا رأي السيد الخوئي. السيد السيستاني يقول أنه إذا كانت الزوجة راضية فذلك جائز ولكن على كراهة، ولعل التعبير كراهة شديدة هم مو بذهني لكنها مكروهة، يعني حتى من يذهب، والأحوط طبعا الأحوط تركها، وهناك روايات كثيرة تشدد على عدم مرغوبية هذا الجانب، لكنه مع رضا الزوجة السيد السيستاني يقول جائز على كل حال، ليس محرما، نعم مكروه بل على كراهة شديدة، مع عدم الرضا يعني إذا لم تكن الزوجة راضية فهنا لا يجوز على الأحوط وجوبا. إذا السيد الخوئي مطلقا لا يجوز سواء الزوجة راضية أو غير راضية، هذا غير جائز على الأحوط وجوبا. أما على رأي السيد السيستاني فإن كانت راضية فذلك جائز على كراهة، وإن لم تكن راضية فالأحوط وجوبا عدم جوازه، وهو المجامعة من الدبر، المقاربة من الدبر. هذه أيضا مسألة موجودة. هذا الحق فيما يتعلق ويرتبط بالحق الأول وهو مسألة الاستمتاع الجنسي التي لابد للزوجة أن توفرها للزوج، التمكين من الاستمتاع الجنسي. المسألة الثانية